معانا في فيديو النهارده 11 صنف ب 1000 جنيه هتاخد 33 قطعه، تقف عليك القطعه ب 30 جنيه من ضمن ال 11 عرض. كل اللي حضرتك بتتفرج عليه ده هتاخد القطعه ب 30 جنيه، يعني ب 1000 جنيه تستلم 33 قطعه غير شويه حلويات في نهايه الفيديو. كمل معايا الفيديو ده لحد اخره واوعدك تنبهر. السلام عليكم ورحمة الله، محدثكم محمد عمارة من مكتبكم مكتب أوتلت، ولا فخر بيقولوا علينا دلوقتي راعي الملابس المخفضة في مصر، وده عن شتاء 2022. مسك الختام معانا النهاردة في آخر عروض الجملة، العرض اللي كل حبايبنا بتكون عايزاه ومستنياه وبتسألنا كتير عليه، عرض الألف جنيه، عرض بنعمله مرة واحدة في نهاية كل موسم، وبيكون آخر عروضنا للجملة. قيمته بتكون صغيرة عشان كميته صغيرة وبيستفيد منه أغلب عملائنا. العرض ده مناسب جدا للمبتدئين. في البداية بس أحبك تعرف لو أول مرة تشوفنا، الموسم ده كان ليه طبيعة خاصة عندنا، كنا مكسلين شويتين نظرا لظروف صحية والتشكيل عندنا كان محدود، وبالتالي المتاح حاليا محدود جدا، بس احنا في الطبيعي مش بنكون كده، تتعود معانا بقى بأمر الله في الصيف اللي جاي. تابعنا عشان يوصلك بس كل جديد. يلا بينا نشوف معانا النهاردة، بس اوعى تكون نسيت تكون سبب خير لينا باللايك والتعليق الجميل بتاعك وكمان المشاركة لو تقدر. الفيديو بتاع النهاردة هيكون جزئين، الجزء الاولاني منه هيكون اي حاجة فيه بألف جنيه هتاخد 33 قطعة، تقف عليك القطعة ب30 جنيه، والجزء الثاني من الفيديو شوية تصفيات هتعجبك جدا وهنبدأ فيها من أول 10 جنيه. أول صنف معانا بقى في عروض الألف جنيه وهو شروال محير بواقي تصدير شغال أولادي وبناتي، في منه سادة وفي منه مطبوع. مقاساته بتبدأ من 2 ل 14، والخامة بتاعته ميلتون سبان بوبرة داخلية، وحوالي 6 أو 7 ألوان. بألف جنيه هتاخد 33 قطعة، تقف عليك القطعة ب30 جنيه. بنطلون جنس حريمي بأنواعه سواء سادة أو خرابيش أو تقطيع أو ألوان، أو بنطلون جبردين ألوان، كل ده مع بعضين مع شوية ليجين كده سواء جبردين أو قطن شوية صغيرين، مع شوية جيبة برضو صغيرين سواء قطن أو جنس. كل الكلام اللي بقول لحضرتك عليه ده بواقي محلات براند كارينا كلو الغني عن التعريف للكاجوال الحريمي. بألف جنيه هتاخد 33 قطعة، تقف عليك القطعة في العرض ده ب30 جنيه وبس. سويت شورت محير من 6 ل 16، الخامة بتاعته كشمير، هو لون فراني فقط، مترس باسم براند جاب ولكن هو تصنيع مصري، والزنط بتاعه مبطن كده بقماشة لونها كرو. المهم الخامة بتاعته محترمة جدا، وزي ما قلت قبل كده الصورة ظلمة. بألف جنيه هتاخد 33 قطعة، تقف عليك القطعة في العرض ب30 جنيه وبرضه بس. سويت شورت بناتي بواقي تصدير مرحلة عمرية من 2 لحد 6 سنين، هتاخد بألف جنيه 33 قطعة، تقف عليك القطعة في العرض ب30 جنيه. شروال سن محير شغال أولادي وبناتي براند شامبيون أوريجينال بتاع التوكيل، هو لون لبني غامي ولكن الشريط الجانبي ألوانه بتختلف، يلبس مرحلة عمرية من حوالي 5-6 سنين لحد 15-16 سنة. بألف جنيه هتاخد 33 قطعة، وتقف عليك القطعة في العرض برضو ب30 جنيه. كل اللي تحلم بيه واكتر شويتين من شغل البادي والكاجوال الحريمي بواقي محلات براند كارينا كلو الغني عن التعريف. بألف جنيه هتاخد 33 قطعة من كل اللي حضرتك بتتفرج معايا عليه دلوقتي، تقف عليك القطعة في العرض ده ب30 جنيه، بتاخد حاجة براند وفاشن وخامة وكمان فينيش محترم جدا. وبألف جنيه وبس هتاخد 33 ليجن حريمي، الخامة بتاعته فلات زي البوما والنايك والاديداس، ولكن وزنين، وزن وسط ووزن محمل تقيل. الرجل اليمين بتاعته مطبوعة بالكامل جاست تو دو ات، وكانت جملته من دسة 48 جنيه، وللعلم التلبيس بتاعه محترم جدا، احنا نزلناه ل 30 جنيه نظرا لان الطباعة زي ما انا هعمل لك زوم دلوقتي على مثال حي قدامنا فيها مشكلة او تشقيق صغير او في الطباعة. المهم هتاخده باقل من ثمنه ب 18 جنيه، ب1000 جنيه هتاخد 33 قطعة، تقف عليك القطعة في العرض ب30 جنيه. بنطلون حريمي مقلم في سكوز، الخامة بتاعته سخية ومحترمة جدا، هو 2 لون ولكن مقاسات، بألف جنيه هتاخد 33 قطعة، تقف عليك القطعة في العرض ب30 جنيه. وعلشان اخواتنا المبتدئين نور عينينا وطلباتكم عندنا اوامر، حاضر عملنا لكم عرض خاص جدا للبالة، وقلتوا عايزين كميات صغيرة من البالة وتقدروا تستفيدوا من العرض ده. للعلم احنا مش تجار بالة، احنا عندنا بيعة وحيدة كده للبالة الحريمي، وهي ميكس من كل الدرجات ومن كل البلاد، كل كوكتيل في قلب بعضيه. فرشنا لكم اوضة بالكامل للبالة الحريمي، هتخش الاوضة دي تنقي 33 قطعة براحتك خالص، هتدفع 1000 جنيه تقف عليك القطعة في العرض ده ب30 جنيه، ونقي براحتك طلبكم عندنا اوامر.
شفت شغل البادي والكاجوال الحريمي بتاع براند كارينا كلو اللي اتفرجنا عليه من شوية وبتتفرج عليه معايا دلوقتي؟ كل الشغل ده ساعات بيطلع فيه ملاحظات خفيفة كده بنجيبها على جنب وبنسميه درجة تانية او فرز اولى بيه. المهم يا سيدي، بألف جنيه هتاخد 50 قطعة مشكلين من كل شغل الدرجة التانية، تقف عليك القطع بعشرين جنيه. بألف جنيه هتاخد 50 قطعة، تقف عليك القطعة زي ما بقول 20 جنيه وبس. ودي بيعة درجة تانية، بألف جنيه هتاخد 33 قطعة، تقف عليك القطعة بتلاتين جنيه. العيوب اللي فيها خفيفة، لطش الشمس، حاجة في الطباعة، بقعة صغيرة، زرار مش موجود، سوست زرار، نقرة، حاجات خفيفة جدا. فيها بجامات حريمي ب120 جنيه، وفيها فيست كان ب110 اطفال، وبجامات اطفال ب88، وبجامات حريمي سويت شيرت رجال. المهم كوكتيل انت ونصيبك كده ب1000 جنيه هنحط لك 33 قطعة، تقف عليك القطعة ب30 جنيه. وطبعا غير متاح تنقية وغير متاح ترجيع في شغل الدرجة التانية، وبرضه لا ينصح بشغل الدرجة التانية للمبتدئين، انا خايف عليك مش هتعرف تبيعه. يبقى ب1000 جنيه هتاخد 33 قطعة درجة تانية رجالي وحريمي واطفال، هتقف عليك القطعة ب30 جنيه. وصلنا لاخر عرض من عروض ال1000 جنيه ونهاية الجزء الاولاني من فيديو النهاردة، وبعديها مباشرة في عجالة ومش هطول عليك هنتنقل للجزء التاني من الفيديو، وهفرجك على 4-5 مواضيع معانا بامر الله هيعجبك جدا. اللي حضرتك بتتفرج عليه معايا دلوقتي دي بيع فرز اول مع فرز تاني، الاتنين حاطينهم لك مع قلب بعض. هتاخد ب1000 جنيه 100 قطعة، تقف عليك القطعة في العرض ده ب10 جنيه. وزي ما انا لسه موضح من شوية، هتلاقي حتى العيوب اللي في الحاجة، يعني هي نصها هتلاقيها فرز اول والنص هتلاقيه فرز تاني، مش بقول لك بالظبط ولكن هي من ده على ده. المهم يا سيدي، الفرز التاني اللي فيها هتلاقي حاجات بسيطة، حتة من غير زرار، حتة من غير سوستة، من غير جرار سوستة، لطشة شمس، اتساخ، بقعة، حاجة في الطباعة. المهم يا سيدي كله في قلب بعضيه ب1000 جنيه، هتاخد 100 قطعة، تقف عليك القطعة ب10 جنيه. على فكرة الطقم اللي فيهم اطفال بيتحسب قطعة واحدة، يعني الطقم الاطفال الفرز التاني اللي انت شايفه قدامك هيتحسب عليك ب10 جنيه مش قطعتين. قبل ما ندخل على الجزء التاني من الفيديو، فصل صغير لمدة سنتين جاي بس افكرك انك تكون سبب خير لغيرك. تفاعلك على الفيديو ده باللايك والكومنت الجميل وكمان مشاركة لو تقدر، الكلام ده بيساعد الفيديو انه يوصل لغيرك وبقيت انت سبب خير لينا. ما تبخلش علينا وخليك سبب خير لغيرك. اول عرض معانا هنبدأ فيه في الجزء التاني وهي بيعة كارينا كلو، بس المرة دي بقى بالكيلو، بنشكل لك 50 كيلو من كل اللي تحلم بيه من شغل الكاجوال الحريمي بواقي محلات براند كارينا كلو، من اول الاشارب للبادي الحمالة للبادي الكات للنص كم للبلورو للكارديجان للبنطلون للجيبة، كل اللي تحلم بيه خلاصة الكلام من كل الكاجوال الحريمي. 50 كيلو هيعملوا معاك مصلحة كويسة جدا سواء انت محل او مكتب او مبتدئ حتى. ال 50 كيلو هنحاسبك على الكيلو ب60 جنيه، يعني هتدفع 3000 جنيه باقل من ربع الاستوك الاوروبي واقل من ربع ثمن البالة، كل اللي تحلم بيه من شغل الكاجوال الحريمي، براند وفاشن وفينش وجودة وخامات، كل اللي تحلم بيه موجود في البيعة دي. اخر 20 قطعة من بيعة الفيست البامب الرجالي، هو شغال حريمي وشغال رجالي، الغالبية ابيض، هم 20 قطعة غالبيتهم ابيض، مقاساته تلبيس فعلي من اول 70 كيلو لحد 90 كيلو، 20 قطعة هحاسبك على القطعة 75 جنيه. وبسرعة وصلنا للعرض الأخير معانا في فيديو النهاردة وهي بيعة بالة حريمي كاجوال ميكس من كل الدرجات ومن كل البلاد. طبعا انتوا عارفين ان البالة بتبدأ كده من جودة الدرجة فيها للكريمة اللي هي مستخدمتش، وبعد كده الأولى، وبعد كده التانية، وبعد كده السحبة أو البلاد، مثلا إنجليزي أو بلجيكي أو خليجي. المهم يا سيدي اللي انت بتتفرج عليه ده ميكس من كل الدرجات دي وميكس من كل البلاد دي، بواقي مخزن كان شغال في البالة. المهم هي كلها كاجوال حريمي، احنا ما عندناش بالة غير هي بيعة وحيدة فقط اللي حضرتك بتتفرج عليها وهي بيعة بالة ميكس حريمي كاجوال فقط. المهم يا سيدي احنا عندنا 200 كيلو شتوي في وقت تصوير الفيديو و500 كيلو صيفي. المهم يا سيدي احنا قسمناهم البالة 50 كيلو، هتدفع في البالة كاملة 50 كيلو 2750 جنيه. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان انا حسبتك على الكيلو 55 جنيه. طبعا الميزة في الكلام اللي حضرتك بتتفرج عليه دلوقتي، اولا ان انت عشان تشكل حريمي فبتجيب تشكيل حاجات مختلفة كتير، ولكن البالة دي ميزتها ان هي ميكس من كل انواع التشكيل فهتوفر عليك كتير. مش موضوع سعر بس اللي هو اقل من ربع اي بالة في التاريخ، خلينا اقول لك ان اقل سعر للبالة النهاردة وصل من 180 جنيه وانت طالع. المهم يا سيدي البالة 50 كيلو هحاسبك عليها ب 2750 جنيه، يقف عليك الكيلو من اللي بتتفرج عليه ب 55 جنيه وبس.
يا ترى الفيديو ده هيكون معانا فيه كم بطل قدر مجهودنا ووصل لحد نهايته؟ ولحد هنا من الفيديو اتمنى التعليقات تحت تنفجر من كتر تعليق انا من الابطال، ولا اقول لك خليها المره دي دعوه بصلاح الحال. هقول لك على شويه ملاحظات كده في عجله: غير متاح تقسيم كميات، غير متاح تنقيه علشان الشغل ده طبعا بواقي، غير متاح تبديل او ترجيع، وخاصه شغل الدرجه الثانيه الشحن عندنا بيكون متاح بالسداد مقدم علشان مش بنتعامل مع شركات الشحن في اي مقابل مادي، والفاتوره ما تقلش عن عرضين يعني ما تقلش عن 2000 جنيه. الشحن مجاني ليك لو 5 عروض فاكتر، بس فكرني وقول لي انك سمعتني بقول كده في الفيديو. ليك نص عرض هديه تختاره براحتك لو فاتورتك 10 عروض فاكتر، يعني 10000 جنيه فاكتر. العنوان والمواعيد هيظهروا قدامك حالا، وبرضه هتلاقيهم مكتوبين تحت الفيديو مع رابط الواتس بتاعنا للاوردرات، وكل الروابط التانيه هتلاقيها مكتوبه في اول تعليق. ساعد الفيديو بقى ده ان يوصل لغيرك وتبقى انت سبب الخير ده. كان معاك اخوكم في الله محمد عماره من مكتبكم مكتب اوتليت. يا ريت ما تنسوناش من دعوه بصالح الحياه. سلام عليكم.